ഉസ്താദ് അബ്ദുൽ നാസർ വാവാട് തനത് ശൈലിയിൽ ആലപിച്ച് അനുവാചകർക്കായി സമർപ്പിക്കുന്ന ഇഷ്കിന്റെ ഇശൽ തനിമ. മൗലായ സ്വല്ലി വസാ ലിംദായി മൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈരിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിമി. മൗലായ സ്വല്ലി വസാ ലിംദായി മൻ അബദാ അലാ ഹബീബിക ഖൈരിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിമി. يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند علو للحادث العميم. ولن يليق رسول لله جاه كبير اذا الكريم تحل لا باسم منتقم. مولاي صل وسا لم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. فان من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا نفسي لا تقنطي من زلة عظمت إن الكبائر في الغفران كالأمم. مولاي صل وسلم لم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم. يا ربي واجعل رجاء غير منعكس لديك واجعل حساب غير منخرم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والتف بعبدك في دارين إن له صبرا متى تدعه الأهوال ينهزم. وإذن لصحب صلاة منك دائمة على النبي بمن حل ومنسجم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم. ما رنحت عذبا تلبانين حصبا وأترب العسحا دلعيس بالنغم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم
مرضى عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم سعد سعيد زبير طلحة وأبي عبيدة وابن عوف عاشر الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.